الإمارات والشارجة. أما في هذه المباراة أول الأهداف سجل عن طريق علي العامري للنصر. ومن ثم الهدف الثاني عن طريق اللاعب المتميز قائد الفريق الأسترالي هولمان، تسديدة من خارج منطقة ال 18. ثالث أهداف الفريق كان حاضرا في شوط المباراة الأول عن طريق اللاعب إبراهيم توري. كانت هذه هي حصية الشوط الأول. أما الشوط وفي الشوط الأول أيضا محمود خميس يسجل هدفا في مرمى، هدف حلو. شوط المباراة الثاني يدخل فيها النصر ليضاعف النتيجة، وعن طريق إبراهيم توري هدفا ثانيا له ورابعا للفريق. ومن ثم عبر ضربة جزاء يسجل الهدف الخامس للعميد، وهو أيضا خامس أهدافه في مباراته.